السيدة أم أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أم أحمد، تفضلي. كل سنة وأنت طيب يا شيخنا. وحضرتك طيبة وبصحة وسلام وبعافية يا رب. الله يبارك فيك يا رب، بنحبك في الله والله. الله يرضى عنك ويحفظك ويزيدك نور وبركة والله. أنا من أسوان حضرتك. يا أهلنا وناسنا. الله يبارك لك يا سيدنا الشيخ. كان عندي كيف حالكم حضرتك. كيف حالكم؟ رايقين الحمد لله؟ بخير الحمد لله، نحمد الله الحمد طيب لله. طيب تفضلي يا ستي. كان عندي سؤال حضرتك. تفضلي على راسي. معايا الله يبارك لك جوزي متخانق مع ناسه دلوقتي مدة سنة، مش بيكلم أمه ولا أخوه بسبب حكاية الورث. أبوه متوفى وساب لهم أرض وساب لهم بيت. المهم راحت الوالدة دايما كانت متميزة بين الولدين، طيب بتحب الأصغر شوية عن الكبير. طيب وراح في طبعا في تقسيم الورث وكده بيجي يقول لهم أنا عايز حقي وكده. طيب راح أدوا له بس بص بالشكل وبالأسلوب همجية وشكل، فاهم حضرتك؟ اه فاهم ان هو ما كانش بطريقه سهله كده وبود وبمراعاه للخواطر، لا كانت مساله فيها شويه مشدات وكده، فيها مشاكل لغايه ما وصل يعني تدخلت العيله والناس والاقارب وكده، ففي الاخر ما ادوش حقه بما يرضي الله وزي ربنا. يعني ميزوا الارض بتاعت الصغير عن الكبير. طيب فين بقى السؤال يا استاذه ام احمد؟ وفوق ده كله حضرتك ان طلعونا من الشقه بتاعتنا اللي احنا ساكنين فيها. هي كانت شقه الوالد الله يرحمه، الحماكي الله يرحمه، بتاع حماية الله يرحمه. كانت ثلاث ادوار في واحد شقته. فين السؤال بقى؟ فين السؤال دلوقتي؟ الناس متدخله عايزين يكلم امه يصالحها ويصالح اخوه. هو حضرتك رافض تماما، بيقول قلبي مش موديني ان انا اكلمهم بعد ما طردوني من بيتي انا وعيالي. طيب انا اكلمه، انا اقول مش عارفه ايه حكم الدين يعني بنقول له حرام ودي قلبه مش موديه خالص ان هو يروح لهم. اكلمه واقول له حاضر يا حاج محمد. اولا بس عشان نبقى عارفين، انا بس بوصي الناس ان حكايه الورث دي لو سمحتم في شويه حاجات مهمه جدا جدا لازم نعملها. لما يحصل وفاه ارجوكم اعملوا الاجراءات بدري بدري، لان المشكلات اللي بتحصل بعد كده بتحصل مشكلات ضخمه جدا جدا بعد كده، وبتستفحل في الاولاد، يعني اذا كان الاب او الام اللي بيورثوا مع الاحفاد بقى بتبقى المشاكل مستفحله وتبقى المسائل في غايه السوء وفي غايه الصعوبه. احنا بقى بنكلم اخواننا بقى، انتوا مش من حقكم ان انتوا تعملوا اي تمييز في مساله الميراث، لان لما انتقل الوالد الكريم وبقيتوا وارثين لهذا المال انتقل اليكم مال ده بالخلاف، فأصبح هذا المال ملككم على المشاع، مش ملك واحد بعينه لحاجة معينة، لا على المشاع. فلما يحصل فرز وتجنيب بعد إيه؟ بعد إن احنا نعمل تقييم لهذه الممتلكات لو كانت أراضي نقيمها، ويحصل فرز وتجنيب بدون ما حد يظلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيتكلم عن المال: فمن قطعت له حق أخيه، يعني اللي انا اديته حق اخيه وهو قاضي صلى الله عليه وسلم ساعتها وهو بيتكلم على القضاء، ربما يكون بعضكم الحن بحجتي من اخيه فاقضي له بحق اخيه، فمن قضيت له بحق اخيه فقد قطعت له قطعه من النار، فليأخذها او ليدعها، اعوذ بالله. فاحنا مش عايزين اي حد يظلم اي حد في توزيع الميراث حتى لا يقع في الظلم. واحنا لابد الاشياء التي تتعلق بالاموال يمكن ان تتلافى. فعشان كده الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة في المظالم برد المظالم لأصحابها، فإذا كان أخونا ده اتظلم فترد له المظالم. أما بقى أخونا ده فأنت يا سيدي بتتكلم على إن هم ظلموك ففقدوا قيمة وفقدوا خلق، فأنت قدامك فرصة إن أنت لا تتعامل معهم كما تعاملوا معك، وتنفذ كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وبعدين أنت هتقطع رحمك وتسيب حاجة، الله سبحانه وتعالى كلم الرحم وقال: لأصلن من وصلك، تسيب ده عشان لعاعة من لعاعات الدنيا؟ لا، خليك أنت مع الله سبحانه وتعالى، وخليك أنت متعلق بما عند الله، وخليك قلبك كده من جوه يعرف أن الأيام المفترجة دي هيكون فيها عون ومدد وسند ليك أن أنت تسامحهم، وأن أنت كل ده
خلاص انتهى وانت بقيت معاهم. ومفيش مانع على فكرة لو انك انت ما زلت حتى الان ليك حق ثبت لك يقينا ان انت تطالب بحقك، بس مع المودة ومع اللطف، وخاصة مع امك. امك ما ينفعش ان انت تقطعها لاي سبب من الاسباب. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. يبقى انت عليك ان انت تحسن اليها مهما كان منها. لدرجة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإيه بقى؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى عليك أن أنت تحسن إلى أمك إحسانا لا علاقة له بما فعلته معك، ولكن هذا الإحسان لأنك تحسن إليها التزاما بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنها كانت سببا في وجودك. نعم.